معناش ليش الموضوع اصلا اتسمع. انا كشفت هنا للواد دي رمض، بعد ما كشفت له طلعت كل المقاس وعملت النظاره بقى يخطف وعليه ويدوب. بس يعني بعد كده رحت اخذت حضرتك العلاج الواد ورحت الدكتور تاني برا، راح طلع الاختلاف اختلاف كله جزء مش في النظارة خالص، مش هو المقاس، مش هو المقاس سيادتك، المشكلة في المقاس، في المقاس اللي اتعمل سيادتك في ال جينا سيادتك عشان ناخدوها مجانا، دفعت 180 جنيه للنظاره وفي نفس الوقت كشفت عند دكتور خاص ثاني لا برا هم ادوني المقاس، هنا سيادتك هنا موجوده اهو مجانا بس اضطريت اروح برا واعملها لسيادتك. هذيك التقارير سيادتك ماشي، شكرني يا باشا، مستشفى شكرني يا باشا.